أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حرب الجمال وقعت حرب الصفين. حرب الصفين كيف وقعت؟ كيف نشأت؟ وكيف انتهت؟ في كتب التواريخ، في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الجزئيات موجودة. حرب صفين أيضا سجلت في مفردات عديدة فضائل لأمير المؤمنين صلوات الله عليه ورذائل لمعاوية وأصحابه. كيف بدأت حرب صفين؟ أين وقعت حرب صفين؟ معاوية في الشام وأمير المؤمنين صلوات الله عليه في الكوفة. بعد حرب الجمل رجع إلى الكوفة، يعني جاء إلى الكوفة. أين وقعت حرب الجمل؟ في أطراف دمشق. هل أمير المؤمنين سلام الله عليه ذهب بجيشه إلى أطراف دمشق وحارب معاوية؟ وقعت في صفين. معاوية بجيشه خرج من دمشق باتجاه الكوفة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا خرج للدفاع. هناك نقاط كثيرة وكثيرة في حرب صفين تسجل فضائل لأمير المؤمنين لا نظير لها في التاريخ، كل واحدة منها لا نظير لها في التاريخ. منها أن معاوية أعلن الحرب على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين صلوات الله عليه عدة مرات حاول أن لا تقع حرب، فكان يبعث الرسل إلى معاوية ويكتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه رسائل إلى معاوية يدعوه إلى أن لا تقع حرب. نتيجة الحرب ماذا تكون؟ تكون قتلى وجرحى. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يريد أن لا يقتل شخص واحد، لا يجرح شخص واحد. في نهج البلاغة، في كتب الحديث، في كتب التواريخ رسائل عدة لأمير المؤمنين سلام الله عليه كتبها إلى معاوية حتى لا تقع حرب الصفين. والرسل أرسل أمير المؤمنين وتكلموا مع معاوية حتى لا تقع حرب صفين، مرة ومرتين وثلاث وأربع. فرد واحد بعث إلى معاوية، مجموعة من الأفراد بعثهم إلى معاوية، ثم مجموعة أخرى، ثم مجموعة أخرى. ناقشوا معاوية. معاوية ليس له إلا الكذب أو المغالطة، وأمير المؤمنين سلام الله عليه في رسائله في رسله يدافع. جاء معاوية وأصحابه، وصلوا صفين، هناك نهر الفرات.
وقفوا عند نهر الفرات. أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأصحابه تأخروا في الوصول إلى صفين. لماذا تأخروا؟ لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يجبر شخصا واحدا لأن يأتي معه إلى الحرب، كله كان بالقناعات، كله كان بالاستناد إلى القرآن الكريم، أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يذكر التاريخ في هذه الألوف المؤلفة الذين جاءوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى صفين للدفاع، لا يذكر التاريخ أن عليا أجبر شخصا واحدا، أكره شخصا واحدا. الذين تخلفوا عن أمير المؤمنين تخلفوا عنه كما كالذين كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لذا تأخر أمير المؤمنين للوصول إلى المنطقة. أصحاب معاوية سدوا الفرات على أصحاب أمير المؤمنين، الجيش وقف لا يأذن بأن أحدا يصل إلى الفرات، يرمونه بالنبال قبل أن يصل إلى الماء. الألوف من جيش معاوية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أصحابه بأن يهجموا ويسيطروا على الماء على الفرات. هجموا وسيطروا على الفرات وأخرجوا أصحاب معاوية من الفرات. مجموعة من أصحاب معاوية قالوا يا معاوية خلصت الحرب، انتهت الحرب، ما إذا ما عدنا شلون نحارب، ونحن الآن منعنا عليا وأصحابه عن الماء، الآن هم سيطروا على الماء، علي صلوات الله عليه وأصحابه لا يدعون قطرة من الماء تصل إلينا. قال معاوية أنا أعرف علي بن أبي طالب لا يصنع هكذا. علي بن أبي طالب رجل الفضيلة، رجل الإنسانية، هل هذا الموقف من أمير المؤمنين له نظير في تاريخ الحروب؟ جهتان متحاربتان، جهة تسيطر على الماء وتمنع الآخرين من قطرة من الماء، ثم يأتي الآخرون ويسيطرون على هذا الماء ويمنحون الماء للمحاربين. قالوا لأمير المؤمنين إن معاوية أرسل إليكم يقول نحن نريد ما قال، خلي يأخذ الماء، خلي يأتوا يأخذ. بعض أصحاب أمير المؤمنين قالوا يا أمير المؤمنين هؤلاء قبل ساعات لم يسمحوا لنا بأن نأخذ قطرة من الماء عندما ملكوا الماء، الآن نحن أيضا نعاملهم مثل ما عاملونا. قال لا، نحن لا نحارب على أن نمنع الماء. وهذا في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا مكرر موجود. في بعض الحروب التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وكان النبي في موقع الدفاع، بعض أصحاب النبي قال لرسول الله أنا أعرف طريق الماء العين من الماء اللي تأتي بالماء إلى هؤلاء، إذن لنا حتى نسد الماء عليهم. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله رسول الإنسانية، رسول الفضيلة، هؤلاء جاءوا يحاربون يدافع رسول الله، أما يقطع عنهم الماء؟ لا، أمير المؤمنين هكذا. بالنتيجة بالرغم مجموعة من أصحاب أمير المؤمنين، الإمام عليه الصلاة والسلام قال لهم فليأتوا يأخذوا الماء.
بعد كتب متعددة كتبها أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى معاوية حتى لا تقع حرب، وإرسال أمير المؤمنين مجموعات من أصحابه وفيهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، بعثهم إلى معاوية ولم تنجع ولم تفد. في آخر الأمر شاب اسمه سعيد من أصحاب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أعطاه القرآن بيده وقال خذ هذا القرآن واذهب إلى معاوية وقل له إن عليا يقول كل ما يقول هذا القرآن أنا أعمل به، أنت أيضا معاوية أعمل بالقرآن حتى لا تقع حرب. هذا الصحابي لأمير المؤمنين، هذا الشاب سعيد، جاء إلى معاوية وأبلغهم كلام أمير المؤمنين، وهو حامل للقرآن، قتلوه مع أنه في منطق الحروب في العالم الرسول لا يقتل، ولكن معاوية لا يعتني به حتى قوانين العالم في الحروب، هو وأمثاله من بني أمية بني العباس. على كل وقعت الحرب بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه دفاعا وبين معاوية هجوما، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه كما في الجمل في صفين أيضا أعلن أن لا يجهز على جريح، يعني إذا شخص عدو جاء ليقتلك أنت دافع عن نفسك، فإذا قتل وأنت في موقع الدفاع أنت معذور، أما إذا لم يقتل سقط على الأرض جريحا لا تقتله، كما كان يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. وفي نفس صفين انظروا التاريخ، جريح سقط من أصحاب أمير المؤمنين فقتلوه. هذه المفردات كل واحدة منها لا نظير لها في التاريخ، هذه المفردات ينبغي كفضيلة، بل يجب كفضيلة واجبة أن تعلن، تصل إلى البشر، تصل إلى الناس، حتى لعل هناك بعض الأفراد الذين يحملون الإنسانية والفضيلة في وجدانهم بهذه النسبة تقل هذه المظالم في العالم. حرب صفين نقاط كثيرة مشرقة فيها بالنسبة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، في أقواله، في أفعاله، في تقريراته، ونقاط كثيرة ملؤها الرذيلة في جانب معاوية وأصحابه. فعلى الجميع خصوصا الشباب الغيارى أن يدرسوا حرب صفين، المقدمات والقصص في الحرب والنتائج، ويعرضوها كما هي في التاريخ وكما هي صحيحة وقد وردت في الكتب الصحيحة في التاريخ، تعرض هذه على البشر لئلا يكون للناس على الله حجة. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.